يا تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي بنت 6 سنوات قبل الهجرة بسنتين أو 3 سنوات. السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها في برنامج أنثويات. مرحبا بكم جميعا. أحب زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أحب الناس إليه، حيث سئل يوما قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال لهم عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها، يعني أبو بكر الصديق. وقد ثبت عليه الصلاة والسلام أنه لم يتزوج بكرا غيرها، يعني هي كانت البكر الوحيد في نسائه عليه الصلاة والسلام. وقيل أنه كان ينزل عليه الوحي وهو في لحافها، وهي الوحيدة التي كان ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام وهو في لحافها. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم أمر في الدين ذهبوا مباشرة إليها واستفتوها ليجدوا علمه عندها رضي الله عنها. يستغرب الناس جدا من زواج النبي عليه الصلاة والسلام من سيدة عائشة وهي طفلة، يعني في سن 6 سنوات أو دخل عليها في سن 9 سنوات، فهذا يستغربه الكثير من الناس. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل أمرا إلا وفيه حكمة، فكان زواجها هو بأمر من الله سبحانه وتعالى حتى تحفظ وحتى تأخذ عليه كل السنة وكل الوحي وحي الله يعني سبحانه وتعالى، وتأخذ عليه كل سيرته وتأخذ عليه كل العلم والمعرفة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ذلك حتى تتمكن من تقديمها للأجيال ما بعده. لهذا كان صغر سنها في حكمة أخذ الوحي وأخذ العلم وأخذ المعرفة وأخذ السيرة وتقديمها للأجيال ما بعده، حيث توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهي في سن 18 سنة، فكانت صغيرة جدا وكانت تحفظ كل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكل تفاصيل الحياة. كانت هذا اختصار لزوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وهي سيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق. شكرا لمتابعتكم وألقاكم في الحلقة القادمة من برنامج أنثويات مع سارة، والسلام عليكم ورحمة الله.